وأخيرا إلى خليج العقبة، عشوائية التنظيم المهني والمكاني وتدني خدمات البنية التحتية، قضايا تعاني منها المنطقة الحرفية في المدينة. تفاصيل أوفى مع تقرير أحمد الرواشدي. المنطقة الحرفية في العقبة أمام العديد من الإشكاليات الخاصة بالبنى التحتية والتنظيم، ويشكو أصحاب الورش الميكانيكية والحرفية فيها من العديد من المعيقات، وعلى رأسها الانتشار العشوائي للمحلات وبدون ترخيص. مشكلة الحرفية أول شيء الإضاءة، الإنارة بالليل شبه مفقودة، حراسي وكناسي هذا الحكي كمان شبه مفقود، تفعيل دور النقابة العامة لأصحابين المهن لأنه دورها صفها محدود، فالأصل تفعيل دورها على أساس أنه تحل مشاكل الحرفية. في الشارع مرتب كله محفر، و يعني الواحد بيسلك بصعوبة في الشوارع، تمام؟ وبالنسبة للإنارة مش بزيادة. الخدمات المرتبطة حكما بالبنية التحتية تغيب أيضا بشكل كبير عن المدينة التي أصبح المواطنون المستفيدون من خدماتها يعانون جراء هذا الإهمال. بتردد على الحرفية كثير، الحرفية بدها شغل والله، الشوارع تعبانة، المطبات كثيرة فيها، شوارع ضيقة، بدها إعادة تأهيل تزبيط، يعني شوارع السيارات نلاقي أزمة في السيارات، الصيانة فيها تعبانة، الإنارة تعبانة في الليل. المعنيون يروا أن غياب الخدمات عن المدينة الحرفية يضاف إليه عبء آخر يتمثل في مزاولة المهن من البعض دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهذا عبء آخر. المنطقة الحقيقة تفتقر إلى تنظيم بعض الشوارع، الشوارع في عنا شوارع فيها أغلبها حفر، الشوارع في عنا يعني فيها تصريف المياه مش جيد. بالنسبة لموضوع الترخيص المحلات، تراخيص المحلات حقيقة عندنا مشاكل يعني في بعض يعني بنود الترخيص، طلبنا بتسهيلات يعني من معالي رئيس السلطة وعطوفة مفوض المدينة سيد المهندس عبد الله ياسين، وكان في استجابة منهم في بعض البنود، لكن للأسف الشديد ولغاية الآن لم يردنا أي شيء رسمي منهم، والشباب اللي بيطلع يروح يرخص الآن يعني محله عماله بيلاقي الأمور كما هي. مفوض المدينة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس عبد الله ياسين يرى أن هناك تنسيقا مستمرا بين السلطة ونقابة أصحاب المهن الميكانيكية، وأن السلطة عازمة على حل جميع المعيقات. طلعنا على المشاكل اللي بتواجه الحرفيين، في عنا مشكلة بنحاول نحلها مع النقابة مع إخواننا الحرفيين، المشكلة اللي هي بتتمثل بالواجهات والعشوائيات بخصوص موضوع الواجهات والأرصفة. مديرية الدراسات عنا في السلطة أنهت هذه القضية، وتم اعتماد واجهات بالتنسيق ما بيننا وما بين الأخوان في النقابة. المنطقة الحرفية في العقبة أحد أهم الأماكن التي تلبي حاجة المواطنين للخدمات، وتنظيمها يخدم العملية التنموية ويساعد على تقديم الخدمات بشكل أفضل، خصوصا في العقبة، ميناء الأردني، ورئة الحركة التجارية.